مكة المكرمة سنة 91، كانت كاتبة وروائية من الطراز العالي، عاشت في غزة فأخلصت كتابتها لأجل القضية الفلسطينية، وكتبت باسم القضية وآلامها وآمالها. رغم أنها أديبة وشاعرة، تخصصها هو الكيمياء الحيوية، حصلت على الماجستير في الكيمياء من جامعة الأزهر في غزة. الديوان الذي توسم هذه السنة بشعار فلسطين بوصلة القلب نحو الشعر والذاكرة، طبعا الأحداث الجارية حاليا هي المهيمنة على الساحة وعلى العقول وعلى الأفكار وعلى الأدب وعلى كل كلمة تنتج الآن لأجل نصرة هذه القضية، بل ولا معنى لإنتاج أي شيء أو لإنتاج كلمة أو إبداع أو شعر أو أدب إلا لأن يكون في القضية. الآن هناك آلة إبادة تمارس ضد شعب حر أعزل لا يمتلك من سلاحه إلا سلاح الكلمة التي يعدها العدو الصهيوني أقوى وأعتى من كل سلاح، وهي لعمري عندنا أقوى من أطنان المتفجرات التي يلقيها صباح مساء على النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء. Madre, ¿qué es la justicia? Es sonreír en el amor y amar en la cooperación. Madre, ¿qué es la identidad? Esas cosas que haces con tu grupo y te hacen única. Madre, ¿qué es la libertad? Es un derecho con el que has nacido. Madre, ¿qué es la guerra? Un monstruo que desconoce la paz. القصيدة الثانية هي تحت عنوان غدا سيكون أفضل، وهي حوار بين أم وابنها. أمي، ما هو العدل؟ هو التبسم عند الحب والحب عند التعاون. أمي، ما هي الهوية؟ هي أفعال تجمعك ببني جدتك وتسمك بالفرادة. أمي، ما هي الحرية؟ هي الحق الذي ولدت به. أمي، ما هي الحرب؟ إنه الوحش الذي لا يعرف السلام. سعيد بمشاركتي اليوم في مهرجان طنجة الدولي للشعر بدورته 11 التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعها ومحورها الأساسي، لتشير إلى أن فلسطين هي بوصلة القلب وبوصلة الشعر حسب العنوان هذه الدورة. كان هناك مشاركة جميلة من عدد من الشعراء، احتفاء جميل بفلسطين، بوجود فلسطين في ظل ما تمر به هذه الأيام من حرب لليوم 81 على التوالي من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الكل الفلسطيني، على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وعلى القدس، ما خلف أكثر من 20,000 شهيد فلسطيني وأكثر من 50,000 جريح. رسالة الشعراء دائما هي أن يحملوا رسالة وصوات وأشعار الشهداء الشعراء الذين ضحوا بأرواحهم، الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن فلسطين، واستشهدوا وهم آمنين في بيوتهم، واستشهدوا في كل مناطق الفلسطينية. رسالتنا اليوم هي أن لا تموت أصواتهم. شكرا. في الجنة توجد غزة جديدة بلا حصار تتشكل الآن. إذا متنا فاعلموا أننا راضون ثابتون، وبلغوا عنا أننا أصحاب الحق. قبل استشهادها بيوم واحد كتبت قائمة الأصدقاء عندي تنكمش، تتحول إلى توابيت صغيرة تتناثر هنا وهناك، لا يمكنني إمساك أصدقائي وهم يتطايرون مع الصواريخ. سعيد ومسرور جدا بحضوري في هذا المهرجان الدولي لطنجة الذي يقام تقريبا كل دورة، وهو في هذه السنة ينحاز لفلسطين ويعيش هذا الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة العربية كما تعلمون. وأنا جد سعيد لحضوري معكم ولتقاسم مشاعر الحزن والأسى مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، القضية الأولى لكل عربي ولكل مسلم بطبيعة الحال.
أشكر شكرا جزيلا بلال الصغير مدير المهرجان وجميع الإخوان القائمين على المهرجان، وأشكر كذلك الحاضرين والمتتبعين. معكم فلاح مصري من المملكة المغربية من مدينة طنجة من مهرجان الدولي للشعر، وهذه الجرأة وهذه الروعة الرائعة جدا الذي اختارها مهرجان طنجة الدولي للشعر، اختار قضية فلسطين، فلسطين بوصلة القلب والذاكرة، فده شيء عظيم جدا من المغرب، من المغاربة، من المثقفين، من الشعراء. والمغرب طبعا فلسطين في قلوب كل المغاربة، في قلوب المغرب من طنجة الجويرة، واحنا عارفين ان في باب في فلسطين في القدس اسمه باب المغاربة، وعارفين المغاربة اشتركوا مع صلاح الدين في تحرير القدس وقال أسكنت هذه الأرض الذين يبطشون في البر ويثبتون في البحر إنهم المغاربة خير من يؤتمن على هذه المدينة. فالمغاربة دائما كل القضايا العربية والإنسانية والفلسطينية في قلوب المغاربة، وهنا من هذه الأرض الطيبة من المملكة المغربية نوجه الشكر والتحية للمغرب أرضا وشعبا وملكا، وجاءوا اليوم في مهرجان طنجة الدولي للشعر ليقولون كلنا فلسطين. وبهذه المناسبة لا أجد أروع ولا أجمل من مقطع الدرويش العظيم محمود درويش حين يقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. وشكرا. يمكن أن نعلن على الافتتاح الرسمي ديال الدورة 11 المهرجان اللي هاد السنة هدية دورة خصصناها للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار فلسطين بوصلة القلب في الشعر والذاكرة. المهرجان هاد السنة غادي يعرف جميع الفقرات ديالو سواء الشعرية والموسيقية وحتى ديال جائزة طنجة الكبرى الشعراء الشباب كلها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وغادي نتغنوا بالقصائد اللي كتنتصر القضية الفلسطينية كتعبير منا كإدارة المهرجان وكشعب مغربي قاطبة التضامن والتعاطف ديالنا مع الشعب الفلسطيني، لأن الكل كيعرف أمام هاد العدسة الكاميرات العالمية للقصف ديال العدوان الإسرائيلي داخل القطاع، وهذه مجزرة كترتكب في حق الإنسانية.